شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 21 من كلية دبي الطبية للبنات والدفعة 16 من كلية الصيدلة الذي أقيم في قاعة الجوهرة بمدينة جميرة بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والحاج سعيد أحمد لوتاه رئيس مجلس أمناء الكليتين في دبي وقاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي إلى جانب عدد من الفعاليات الطبية والتعليمية في الدولة وأولياء أمور الخريجات. الحفل بدأ بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيس مجلس الأمناء الذي شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على رعايته لحفل التخرج ومتابعته لمسيرة كلية دبي الطبية للبنات على مدى 26 عاما. وجاء في الكلمة التي ألقيت بالنيابة أن الكلية تسير على خطى ثابتة نحو العالمية من أجل إعلاء شأن التعليم في دولتنا وخدمة الإنسان على أرضها الطيبة، وأكد على أن الكلية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في برامجها ومبادراتها وتطوير طاقاتها وعزيمتها في الوصول بخريجاتها إلى مستويات الإبداع والتميز والريادة. ثم ألقت الدكتورة العنود عبد الرحمن الزامل كلمة منتدى خريجات الكلية توجهت من خلالها بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو راعي الحفل الذي لم يبخل بتوجيهاته السديدة ومتابعته الدؤوبة لمسيرة الكلية وطالباتها وخريجاتها اللواتي يدن بالولاء والوفاء إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة رغم تنوع جنسياتهن ومشاربهن، فهن ما زلن يعترفن بفضل الإمارات وكلية دبي الطبية التي منحتهن العلم والمعرفة وسعة الآفاق. ثم شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم فيلما وثائقيا حول مسيرة التعليم في الدولة وتطور العلوم الطبية والعلاجية في هذا العصر، وفيلما آخر حول الأم وتكريمها من قبل سموه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. وبعد ذلك أدت الخريجات قسم المهنة. ثم كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله العشرة الأوائل من الخريجات، كما كرم عددا من الخريجات الطبيبات المتميزات في أعمالهن في مستشفيات الدولة والحاصلات على شهادات عليا وتخصصات في الطب وعلومه، وبارك لهن سموه إنجازهن مشيدا بدور كلية دبي الطبية للبنات في تخريج الأفواج المتتالية من بنات الوطن وغيرهن وتأهلهن لممارسة مهنة الطب بكفاءة عالية. ثم التقطت لسموه وإلى جانبه الحاج سعيد أحمد لوتاه الصور التذكارية مع الخريجات البالغ عددهن 126 طالبة من كلية الطب و59 طالبة في كلية الصيدلة.